يقول إذا كان الإنسان بلده ليس فيها بنك إسلامي فهل يجوز أن يضع ماله في بنك ربوي؟ نعم، لأنه إذا كان لا يجد بنك إسلامي ولا يستطيع أن يضع المال في بيته خشية السرقة فلا مانع أن يضع هذا المال في بنك ربوي يحفظه له، لكن لا يضعه كحساب توفير. الأصل إذا استطاع يضعه صندوق أمانات، يضعه في صندوق أمانات بحيث حتى البنك لا يستفيد منه يعني في الربا، يعني يستأجر صندوق أمانات في البنك. صندوق الأمانات يعني 25 دينار بالسنة، من عنده فكرة 25؟ طيب عز الله أعلم البلد اللي هو فيها، المهم يستأجر من البنك صندوق أمانات ويضع مال فيه، كل ما احتاج راح فتح الصندوق أخذ، لا البنك يستطيع أن يستفيد من ماله بالربا ولا هو يأخذ فوائد ربوية. هذا هو الحل لهذه المسألة. لكن لو فرضنا أن ما في صندوق أمانات مثلا في البنك، لو فرضنا وهذا بعيد جدا، طيب يضع حساب جاريا حيث أن ما تأتي فوائد ربوية، ولو نزلوا الفوائد الربوية تخلص منها يعني لا يأخذها له، فيتق الله قدر ما يستطيع.